احنا بمشفى الشهيد اسامة قبلة، طبعا اقبال بفضل الله عز وجل اقبال جيد جدا. طبعا الدوره هي هلا مبدئيا 3 ايام فيها نظري وقسم عملي. النظري تعالج موضوع الانعاش القلبي الرئوي والامراض الشائعه وتدبيرها، يكون هناك تطبيق عملي هذا الموضوع بالمشفى. نتوجه بالشكر الجزيل لمنظمة سيما الراعية للدورات الإسعافية. الدورات الإسعافية والهدف منها هي تدريب جميع السكان المنطقة بمختلف فئاتهم العمرية والعملية. قسم التدريب في دور التقدم، على أمل إن شاء الله باستمرار بهذه الدورات اللي فيها لها فائدة كبيرة على المجتمع. نحاول نستفيد من اي خبره نقدر نوصلها لاكبر عدد من الناس الموجوده. احنا دورتنا دوره مسعفه، يقدر يسعف اي انسان مثلا مصاب يوصله للمشفى لاقرب مركز صحي، بالاليه نحافظ على حياته. الحمد لله جينا لدورة، تبعنا دورة في الإسعافات الأولية. الدورة كانت غنية كثير. الهدف من الدورة أنه أنا أقدر أسعف أي مصاب ممكن أتلقاه، ممكن بالشارع، ممكن بأي مكان تعرض هذا الإنسان لهذه الإصابة. تقيم الرابطة الطبية المغتربين السوريين سيما بالتعاون مع مشفى اسامة قبلة في ريف اللاذقية دورة إسعافات أولية، والحمد لله كان الإقبال جيد. الدورة لم تستهدف فقط العاملين في المجال الطبي، بل العاملين في كافة المجالات، من أجل نشر ثقافة الإسعافات الأولية لكافة الطبقات.